تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه في أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل ضيفنا توفيقه والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين. حياكم الله، نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بعد أن نرحب بأحبتنا الصم الذين يتابعونها عبر مترجمها الأخ الزميل الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات، نبدأهم بالأخ الكريم محمد. طيب، هنا سؤال فضيلة الشيخ عبر تويتر، يقول فيه السائل: شاهدت في المسجد الحرام وبالتحديد حول الصفا رجل يصلي إلى غير اتجاه القبلة أو إلى غير اتجاه الكعبة، مال يمينا واتجاهه ليس إلى الكعبة، فنبهته إلى أن هذا مبطل للصلاة ولا تجوز الصلاة عليه، إعادة صلاته أو سنته، ولم يستجب. هل عملي هذا صحيح؟ وهل يلزم الإنسان إذا كان في الحرم أن يتوجه مباشرة للكعبة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، كما قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال أهل العلم: والواجب لمن بعد عن الكعبة أن يستقبل جهتها، ومن كان قريبا من الكعبة فيجب عليه أن يصيب عينها. وعلى ذلك فمن يصلي داخل المسجد الحرام لا بد من أن يتجه إلى عين الكعبة، فإن لم يتجه إلى عين الكعبة لم تصح صلاته. وقد قام المسؤولون في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جزاهم الله خيرا بالتوجيه بوضع خطوط في المسجد الحرام في جميع أنحاء المسجد الحرام، بحيث من يقف على هذا الخط يكون مستقبلا لعين الكعبة. صحيح. ولذلك ما على المصلي في المسجد الحرام إلا فقط أن يقف فوق هذا الخط، إذا وقف فوق هذا الخط يكون مستقبلا لعين الكعبة. ففي المسجد الحرام روعي هذا من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووضعت هذه الخطوط لتكون معينة للمصلين في الحرم من أجل استقبال عين الكعبة. لكن بعض الناس لا يهتم، أو أنه يجهل. إما أنه يجهل وتجد أنه يصلي منحرفا عن الكعبة كما ذكر في صورة السؤال، أو أنه لا يهتم بالبحث عن هذه الخطوط وإصابة عين الكعبة، وهذا قد يعرض صلاته للبطلان. ولهذا ينبغي توعية المسلمين بخطورة هذه المسألة، وأن من صلى في داخل المسجد الحرام وهو غير متجه إلى عين الكعبة فإن صلاته لا تصح، وأن عليه أن يبحث عن هذه الخطوط الموجودة وهي يعني واضحة ويقف عليها مستقبلا الكعبة، فإنه إذا وقف على هذه الخطوط يكون قد استقبل عين الكعبة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. مع إسراء تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي. الله يحييك. سمعتني بأربع أسئلة إن شاء الله. تفضل يا. السؤال الأول بالنسبة للنذر، أحد الأخوة نذر السمي بنته اسم معين لو وجدته بنت زوجته الحين هي حامل. نعم. الحين لو تراجع عن النذر بغير اسم إيش يكون عليه؟ هل بإمكان يتراجع عن النذر أو لازم يوفي بالنذر؟ طيب. والسؤال الثاني. طيب، نذر أن يسمي ابنته بماذا؟ باسم
معي مثلا أحد الأسماء. طيب والسبب لماذا نذر أن يسمى بهذا الاسم؟ والله ما لا يعني أعلم والله يا شيخ. يعني الغرض من هذا أن نعرف مثلا هل هو مثلا برا بوالديه أو أنه مجرد فقط أحد الأصدقاء كان يكنى بهذا الاسم من أصدقاء وقال له نذرت أن أسمي هالاسم. نعم. طيب سؤال آخر يا أختي. طيب. السؤال الثاني، من أصيب بلاء مرض ويعتقد هذا المرض بسبب ذنب، هل إنه البلاء هذا يا شيخ يكفر عن يعني ما مضى ويرفع درجات أم يكفر له ما مضى؟ نعم. مفهوم السؤال يا شيخ؟ واضح. نعم. إن شاء الله. والسؤال الثالث بالنسبة للعمر، أنا اعتمرت من كم شهر وقلنا في الحرم، بالنسبة لي أنا مريضة مقعدة على الكرسي. نعم. وفي مرض الأعصاب وفي أثناء الطواف كان الجو بارد، جو المكيفات الحرم، كان عندي بطانية صغيرة وضعتها على رأسي على فوق على الشيلة مغطية وجهي أنا بالشيلة، ووضعت البطانية الصغيرة هذه شوية تدفيني. نعم. هل هذا صحيح فعلي أو يكون محظور أو شيء يعني؟ تسمعي الإجابة إن شاء الله. السؤال الرابع. أيوة، سألت سؤال سابق يا شيخ بالنسبة اللي كنت سألكم، قلت ستنظر بأمر المايكرو للحواجب حكمه. حكم إيش؟ المايكرو للحواجب اللي هو تخطيط الحاجب بقلم بعدها مكان. نعم. الحاجب الضعيف بعدها يخطط بإبرة تجرح المكان ويضع عليه الصبغة تجلس عدة أشهر، حكم هذا الشيء؟ واضح يا شيخ التقنية. طيب. شكرا يا أختي إسراء، بارك الله فيك. عبد العزيز معي، تفضل. تفضل عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله أخي عبد العزيز. حياك الله شيخ أحمد، حيا الله شيخ سعد. مرحبا. حياكم الله، بارك الله فيك. نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل طال عمرك. يا شيخ سعد، أنا أحرص على الصلاة في مسجد الراجحي طبعا بحكم وجود الجنائز، ولكن يصير عندي صراع بين أني لا أدرك الصف الأول وأحيانا قد لا أدرك تكبيرة الإحرام. نعم. فما رأيك إذا كان أقدر أدرك الصف الأول في مسجدي أو أجي لمسجد الراجحي؟ وطبعا لا يمكن أدرك الصف الأول إلا نادرا يعني، فما هو الأفضل، هل أصلي على الجنائز ويفوتني الصف الأول أو أصلي في مسجدي وتفوتني الجنائز؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أخي عبد العزيز. سؤال ثاني برضو بالنسبة لصلاة الجمعة. تفضل. برضو أنا أحرص أني أروح المسجد الراجحي، طبعا مسجد الراجحي بعيد عن المنزل فأروح بالسيارة. نعم. وهل أني ممكن أفضل لي أن يذهب من بيت المسجد القريب أو أذهب المسجد الراجحي بالسيارة لإدراك الفضل الصلاة على الجنائز؟ طيب شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أبو عبد الملك معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. الله يسعدكم جميعا. وأسعدك الله. السؤال الأول الشيخ، أنا نسأل الله أن يفعل الإسلام والمسلمين. الشيخ، أنا رجل يقول في أحدى القرى ناس يذبحون الشاة من الرقبة من فوق، يقول حكم هذا الذبح؟ وأيضا هل الرأس في هذه الحال يدخل في الميت لا يجوز أكله؟ كيف يا أبو عبد الملك؟ يعني يذبحونها من خلف؟ إيه، من الخلف من فوق. يعني وهم عارفون مدركون لهذه الأمور؟ والله هو الرجل أرسل سؤالي وطلب مني طرحه على الشيخ، وهو في إحدى لكن لما يقال الرقبة تقطع، الرقبة تقطع بالكامل. نعم تقطع بالكامل، لكن من فوق شيخنا. لما يقال هذا سؤال افتراضي طبعا، يعني لما يقال أناس في قرية أو كذا، معنى أن هذا أمر درجوا عليه وشاهد، وأنا أعتقد أنه له يشير المقطع انتشر. إيه؟ في أناس بالساطورة يضربون الأغنام من فوق وتنقطع الرقبة بالكامل. إيه أنا شاهدت هذا المقطع. إيه؟ لكن هو ذكر أنه عندنا يعني الآن. إيه. طيب أبو عبد الملك تفضل، في سؤال آخر. السؤال الأخ الشيخ، أنا رجل أيضا يسأل، يقول بالنسبة اشترى ايضا شاه من احد الاخوه، يقول طبعا هو لا يعرف انه من ارباب المواشي، لكن اراد شراء شاه وقال انا عندي شاه واشتراها منه. يقول بعد عده ايام سالته هل يعني لديك حلال، فاخبرني انه وجدها عند احد المحطات فلم يجد صاحبها وباعها علي. يقول انا ذبحتها وتصدقت فيها قبل علمي بهذا، يقول ماذا علي لها. طيب شكرا جزيلا أبو عبد الملك. أم زياد تفضلي. أم زياد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
بدي أكلم الشيخ. عندي تفضلي السؤال، الشيخ يسمعك ويستمع إلى سؤالك. السؤال الأول، هل المرأة إذا حضرت صلاة الجمعة هل تكون من الرجل كمحظورات؟ نعم. السؤال الثاني، في بعض المحلات يسوون تنزيلات بسبب أعياد الشركية، هل اللي يشتري منهم يلحقها شيء؟ نعم. شكرا. مصعب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أبغى أستفسر، إحنا معلمات. نعم. من المدينة نطلع تقريبا 130 كيلو. نعم. فنصلي صلاة الظهر في المدرسة ونصلي العصر في المدينة، هل ممكن إحنا نصليها نقصر نجمع في نفس القرية؟ طيب 100 كيلو من العمران الى العمران، يعني من ايوه من العمران الى العمران 130 كيلو. نعم. طيب تسمعني يا جماعه، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الاخوه والاخوات. اسراء تسال فضيله الشيخ ان رجلا نذر ان يسمي ابنته باسم معين، وكانه امراته حامل الان، كانه يعني ندم على ذلك واراد ان يتراجع، هل يلزمه ان يفي بنذره؟ هو مخير بين أن يفي بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا النذر يعتبر نذرا مباحا، والنذر المباح يخير فيه بين أن يفي به وبين أن يكفر كفارة يمين. وأقسام النذر خمسة، القسم الأول نذر الطاعة، هذا يجب الوفاء به، كأن يقول لله علي نذر إن شفى الله تعالى هذا المريض أن أصوم يوما، فهذا يجب الوفاء به. القسم الثاني نذر المعصية، فهذا لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. القسم الثالث نذر المباح، بأن ينذر أمرا مباحا كما في سؤال الأخ الكريم، وهذا هو مخير بين الوفاء بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع نذر اللجاج والغضب، وهو أن ينذر نذرا يريد به حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ولا يقصد حقيقة ما نذر عليه، فهذا أيضا مخير بين أن يفي بما نذر عليه أو يكفر كفارة يمين. القسم الخامس النذر المطلق، وهذا أيضا فيه كفارة يمين، ومعنى ذلك أن من نذر فإنه لا يمكن أن يخرج سالما، بل لا بد إما أن يفي بما نذر عليه أو أنه يكفر كفارة يمين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يعني من أصيب ببلاء نسأل الله عز وجل أن يعافيه والمبتلين، فيعتقد أن ويعتقد أن هذا البلاء إنما أصابه بسبب ذنب فعله، هل هذا الاعتقاد سائغ شيخ أن الإنسان يرجع ما أصابه إلى ما فعل، وهل تكفر سيئاته وذنوبه بسبب هذا البلاء؟ من أصيب بمصيبة أو ببلاء فعليه أن يتفقد نفسه وأن يراجع أمره، ربما يكون ذلك عقوبة له، لأن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعلى الإنسان إذن أن يتفقد نفسه، وإذا وجد عنده تقصيرا في طاعة الله عز وجل فإنه يعالج هذا التقصير، إذا وجد منه وقوعا في المحرمات يتوب إلى الله عز وجل منها، وهكذا. وكون هذا البلاء قد يكفر الذنب كله أو بعضه أو لا يكفره، الله تعالى أعلم، هذه أمور غيبية لا نستطيع أن نجزم فيها بشيء معين، لكن المطلوب هو أن الإنسان يبادر إلى التوبة والاستغفار من تلك المعصية أو ذلك الذنب الذي وقع فيه. وربما يكون البلاء رفعة في درجات، ليس بسبب ذنب وإنما رفعة في درجاته، وكما جاء في الأثر أنه قد يكتب للإنسان المنزلة الرفيعة من الجنة لا يبلغها بعمله، فيصاب ببلاء حتى يصل إلى تلك المنزلة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إن كان عنده صلابة في دينه شدد عليه في البلاء. فهو قد يكون إذن عقوبة على المعصية، وقد يكون ابتلاء ورفعة في درجاته. ومن كان مؤمنا فلا بد أن يبتلى، لا بد من الابتلاء، لأن دعوة الإيمان سهلة، كل إنسان يدعي أنه مؤمن، كل إنسان ربما يدعي أنه صادق وأنه قوي الإيمان،
لكن المحك هو الابتلاء، ولهذا قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول اعتمرت وكنا بالحرم وكانت على كرسي كما ذكرت، وأثناء الطواف شعرت بالبرد فوضعت بطانية على قدميها وعلى رأسها. لا حرج في هذا، لأن المرأة أصلا ليس محظورا عليها تغطية الرأس، فوضعها على رأسها لا إشكال فيه، وكذلك أيضا قدمها ليس محظورا عليها أن تغطي قدميها، وإنما المحظور على المرأة بالنسبة لللباس هو النقاب والقفازان فقط. نعم. أثناء تقول أم عبد الله هل يجوز المرأة المحرمة تغطية وجهها أثناء النوم؟ نعم، لا بأس أن تغطي وجهها أثناء النوم، وعليها أيضا يلزمها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب عندما تمر بهم، وحتى وإن كانت محرمة إنما هي فقط ممنوعة من النقاب ومن القفازين. وأما قول من قال إحرام المرأة في وجهها فهذا لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن ابن عمر ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح وقد اختاره جمع من المحققين من العلم أن المرأة إنما هي ممنوعة من النقاب ومن القفازين، فهي ممنوعة من لبس المفصل، وهذا خاص بالنقاب وما في معناهما وكذلك القفازين. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخت إسراء تسأل عن المايك وهذا تقنية رسم الحواجب بالقلم، إذا كان عندك خلفية عن هذا تحتاج مزيد تأمل. طيب. إن شاء الله تعالى نجيب عنها في حلقة قادمة. بارك الله فيكم. هنا سؤال من عبد العزيز يقول أنا أحرص على الصلاة في جامع الراجحي في لي رغبة في إدراك الصلاة على الجنائز، ولكني أحيانا قد أتأخر وقد لا أتمكن من الصف الأول أو لا أتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام، فهل عملي هذا صحيح علما أني لو صليت في مسجدي لا أدركت تكبيرة الإحرام والصف الأول؟ عند تعارض نافلتين فينظر إلى أيهما أكثر أجرا وثوابا، فالأخ السائل الكريم عنده حرص على الخير وهو محافظ على الفرائض، لكن يقول إن عنده أمران فاضلان. الأمر الأول هو أن يصلي في المسجد القريب من البيت في الصف الأول ويدرك تكبيرة الإحرام، والأمر الثاني أنه يصلي في أحد الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز ولا يدرك تكبيرة الإحرام، ربما لا يدرك تكبيرة الإحرام وربما أيضا لا يدرك الصف الأول. هنا نوازن بين هذه الأعمال الصالحة، عند الموازنة بينها نجد أن الصلاة على الجنائز أجرها أعظم وأكثر وأفضل من إدراك الصف الأول أو تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة على الجنازة ورد فيها فضل خاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وجاء تفسير القراريط، نعم جاء تفسيرها في إحدى الروايات بأنه مثل جبل أحد، بأن القراط مثل جبل أحد. فإذا مجرد صلاة على الجنازة يحصل حسنات ويحصل أجرا مثل جبل أحد، وظاهر الحديث أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، فلو صلى على 10 جنائز رجع ب10 قراريط كل قراط مثل جبل أحد، هذا فضل عظيم وأجر كبير، ولا يقارن هذا بمجرد إدراك تكبيرة الإحرام أو مجرد إدراك الصف الأول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول كذلك أحرص الجمعة على الصلاة في جامع الراجحي وآتي إليها بالسيارة، وقد يعني وإذا صليت في المسجد القريب مني أو الجامع القريب مني أذهب على، هل يعني ينطبق على ذلك ما تفضلتم به فضيلة الشيخ؟ نعم، نقول استمر على هذا، اذهب لجامع الراجحي أو أي جامع من الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز، حتى لو لم تحصل الصف الأول وحتى لو ذهبت بالسيارة، لأن أجر الصلاة على الجنازة كبير، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم ما استطاع إلى أن يصلي
في هذه الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز، فإن هذا فيه سعي لعمل صالح. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما، يعني صيام نافلة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز أصحابه لهذه الأعمال الصالحة: إطعام الطعام، الصدقة على الفقير، الصيام النافلة، عيادة المريض، اتباع الجنازة. هذه أعمال صالحة وأبواب من الخير. وانظر إلى فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف أنه حاز قصب السبق في هذه الأمور كلها. في يوم واحد أصبح صائما صيام نافلة، وأطعم مسكينا، وعاد مريضا، وتبع جنازة، وربما له أعمال أخرى في ذلك اليوم. ولهذا كان أفضل الصحابة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فينبغي المبادرة لمثل هذه الأعمال الصالحة، وأن يكون المسلم حريصا على الخير مبادرا للطاعات. فإذا تيسر له أن يصلي في مثل هذه الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز فهذا خير عظيم، ويرجع بأجور عظيمة، يرجع بقراريط كل قراط مثل جبل أحد بعدد الجنائز التي صلي عليها في ذلك الجامع. بارك الله فيكم. هنا سؤال من إيمي تقول: فيه عندي يتيم وأجمع له مالا بحساب خاص، وهذا المال هو من الصدقات حتى بلغ قدرا لا بأس به، وأنا كذلك أمتلك مبلغ بسيط، هل يجوز أن أقبل الزكاة لي ولهذا اليتيم؟ أما اليتيم فلا بأس بقبول الزكوات له ما دام مستحقا لم يصل إلى درجة الغنى. وأما بالنسبة لك فينظر في حالك، إن كنت من الفقراء أو المساكين أو الغارمين أو من أي صنف من أصناف الزكاة جاز لك أن تقبل الزكاة، وإذا لم تكوني منهم لم يجز. نعم. طيب، هل اليتم فضيلة الشيخ موجب أو سبب للزكاة؟ اليتم ليس سبب للزكاة، لأن بعض الأيتام أغنياء، قد يرث اليتيم من والده ثروة هائلة، قد يرث ثروة كبيرة. وما يدور عند كثير من الناس من أن اليتيم فقير، هذا غير صحيح. اليتيم قد يكون غنيا، قد يكون ثريا، لكن اليتيم الذي يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة هو اليتيم الفقير أو المسكين. نعم. بارك الضابط هذا حتى لا يعني، يعني أنا من سؤال الأخت الكريمة أنه مجرد أنه يتيم أو قد يعني يجمع له أحيانا حتى مثلا لزواجه أو لسيارته أو اليتيم كغيره، إذا كان من أصحاب الزكاة الثمانية فيجوز له أن يأخذ من الزكاة وإلا فلا. نعم. لكن الغالب أن اليتم مرتبط بالحاجة في الغالب، لكن أحيانا قد يرث هذا اليتيم من والده ثروة كبيرة، أو قد مثلا يكون له دية مثلا أو صلح عن القتل فيكون له مبلغ كبير، فليس بالضرورة أن يكون اليتيم مستحقا. نعم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي أبو نواف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أبو نواف. كيف حالكم شيخ أحمد؟ أهلا وسهلا. كيف حالك شيخ سعد؟ بخير ونعم، نحمد الله ونشكره. الله يمتعكم بالصحة والعافية. آمين. أمي يقول والمسلمين. اللهم آمين. تفضل، طال عمرك. سؤالين يا شيخ نبارك الله فيك. السجود التلاوة هل يلزم من يكون على الأعضاء السبعة؟ طيب. السؤال الثاني في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ماذا يشمل الإعراض عن ذكر الله فيما توعد الله عليه بأن يحشر أعمى يوم القيامة؟ لو الشيخ يقف وقفة سريعة على هذه الآية جزاه الله خير. نعم. وجزاكم الله خير جميعا. شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. يوسف معي، تفضل. الله. يوسف تفضل، بارك الله فيك. أخوي أنا السفر بنية غير مرادي. صوتك ما واضح يوسف، تفضل. يوسف أخوي يوسف معي، معنا يوسف؟ طيب، أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أختي. أسأل
غسل الجنابة هل يوجب غسل الجنابة الرأس ولا؟ هل يشمل الرأس؟ أيوه غسل الجنابة. السؤال عشان نفهم، هل يش هل الرأس يعني هل غسل الجنابة يشمل الرأس أم لا؟ طيب عبد العزيز معي، تفضل عبد العزيز. السلام تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ أحمد وحيا الله شيخ سعد. أنا اتصلت قبل شوي عليكم بخصوص الذهاب للجوامع لصلاة الجمعة. نعم. لصلاة الجنائز. نعم. الأخير الشيخ سعد أجاب على الشق الأول وهو صلاة الأيام العادية، لكن يوم الجمعة هل أفضل أن أذهب للمسجد القريب لي على مشيا ولا أترك صلاة الجنازة، ولا وقد أذهب للجامع الرازي وهو أذهب بالسيارة؟ أجابك عن هذا. لا ما أجبت. السؤال الثاني أجابك يا أخي الكريم. أنا كلمت قلت كذلك في الجمعة، قال أجابك لو رجعت الحلقة يا أخي الكريم. هل يا شيخ جمعة معلش ممكن مرة ثانية، أنا جمعة هل أفضل أني أذهب للجمع يا شيخ سعد؟ أجابك الشيخ أنه الأفضل أن تذهب للجمع الراجحي أو الجامع اللي تقام فيه الصلاة على الجنازة. نعم الأفضل، نعم الأفضل يوم الجمعة أن تذهب للجوامع التي صلى فيها على الجنائز، لأنك بهذا تحوز أجر الصلاة على الجنازة. بارك الله. لكن الشيخ نعلم الحديث اللي من غسل واغتسل وبكر وبكر ومشى ولم يركب. نعم 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 هذا حديث أوس بن أوس، وعند أبي داود والترمذي في سنده مقال، هناك من تكلم فيه من أهل العلم. وأما حديث الصلاة على الجنازة فهي أحاديث صحيحة محكمة خرجها البخاري ومسلم في صحيحهما، فالأجر الوارد في الصلاة على الجنازة أتى من أحاديث صحيحة رواه البخاري ومسلم، لا يقارن بما ورد في حديث أوس بن أوس، لأن أيضا حديث من أوس بن أوس حتى أيضا في متنه فيه بعض الإشكال، لأنه قال له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، يعني لو مشى 100 خطوة أعظم من ليلة القدر، وهذا يعني فيه بعض الإشكال. من أهل العلم استشكل هذه يعني بعض المعاني الواردة في متن الحديث، وفيه مقال في سنده، لكن الصلاة على الجنازة وردت في أحاديث صحيحة. بارك الله فيك، شكرا عبد العزيز، الله يحفظك. شكرا. محمد معي تفضل. أخي محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أستاذ. يعطيكم العافية جميعا. وإياك يا أخي الكريم. عندي سؤالين الله يعزك. تفضل الله يحفظك. السؤال الأول، النبي اللهم صلي وسلم عليه في النوافل وصى أنها تكون في البيت. بالنسبة للسنن القبلية اللي هي الظهر والفجر، أنا أحتار فيها، وأنا من الناس اللي متعود أنه يذن وأمشي على طول المسجد. هل إذا صليت في المسجد القبلية أني بإذن اللي ما تنام عيني أني أديت السنة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إحنا نسكن في قرية واللي متعارف عليها أن القبلة للصلاة بالغرب، فمستقبلا يعني في الآونة الأخيرة اتضح أنها غربية جنوبية قليلا، يعني مايلة باتجاه الجنوب قليلا. فكلمت الوالدة قلت يا يمه أنه ترى القبلة لفتك يسار شوي، يعني المسجد اللي بنوه الجديد والناس تتكلم. قالت يعني يا وليدي أنا هذا اللي أنا عارفه، ولا حبيت أني أضغط عليها، والقبلة مايلة قليلا يسار شوي، هل أني ألح عليها ولا ما فيها إشكال إذا كانت القبلة يعني منحنية قليلا؟ بس طيب تسمع إجابة إن شاء الله محمد، شكرا جزيلا لك. أبو صالح معي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدى الله مساكم جميعا. حياك الله أستاذ. فضيلة الشيخ، ألا من كلمة للنساء في هذا الوقت، حيث نرى الحقيقة بعض المظاهر من التبرج من النساء والتساهل بالحجاب، والإشارة أحسن الله إليكم إلى الضوابط الشرعية الحقيقية بالفرق بين الستر والتبرج، أحسن الله إليك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أعود لكم فضيلة شيخ، هنا سؤال من الأخت الكريمة أم زياد تسأل، أو قبل ذلك سؤال أبو عبد الملك، يقول فيه رجل، يقول أن رجلا أو ناسا في قرية يذبحون الذبيحة أو الشاة مع رقبتها، فهل يجزئ هذا الذبح؟ ما دام أن الرقبة قد قطعت فالذبح مجزئ،
وذلك لأنه تحقق انهار الدم وتحقق قطع الحلقوم والمري والودجين، فهي مجزئة من حيث الإجزاء، لكن هذا الفعل خلاف الأولى. الأولى ألا تذبح بهذه الطريقة، وإنما تذبح بالطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رضي الله عنه، أنها تذبح من الرقبة، من بأن يمسك برأس هذه الذبيحة ويضع السكين على رقبة الغنم وكذلك أيضا البقر، وأن يكون النحر للإبل في الوحدة. هذه هي السنة في الذبح والنحر. وأما هذه الطريقة أن تذبح من فوق الرقبة أو من أعلى الرقبة، هذا خلاف الأولى وإن كان مجزئا. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم كذلك أبو عبد الملك، يسأل بأن رجلا اشترى شاة من رجل آخر وتبين له بعد ذلك أن هذا الرجل البائع قد وجدها ثم باعها عليه. تعيد السؤال مرة أخرى. يقول إن اشترى رجل من رجل شاة، نعم، وتبين له بعد ذلك أنه أن هذا البائع قد وجدها ضالة، نعم، فأمسكها وباع عليه. طيب يعني هذه لقطة، هل هذا قام بواجب التعريف؟ إذا كان قد قام بواجب التعريف سنة كاملة وعرفها ثم لم يأتي صاحبها، فبيعه لها صحيح. وهكذا أيضا لو كانت هذه الشاة يعني تحتاج إلى نفقة كثيرة فباعها بعدما حفظ أوصافها واحتفظ بهذه الأوصاف وقام يعرفها أيضا لمدة سنة، فهذا أيضا صحيح. فإذا إذا كان هذا الذي قد وجد هذه اللقطة قد قام بواجب التعريف فلا بأس بشرائها منه، وذلك أن من وجد شاة ونحوها مما يحتاج لنفقة هو يفعل الأصلح من ثلاثة أمور: إما أن يبقيها مع أغنامه ويعرفها سنة كاملة، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها ويعرفها أيضا سنة كاملة، وإما أن يذبحها ويأكلها وأيضا يعرفها سنة كاملة بأوصافها، فيفعل الأصلح من هذه الأمور الثلاثة. فإذا كان البائع قد فعل الأصلح منها فلا بأس بالشراء منه. أما إذا كان لم يقم بواجب التعريف إنما وجدها مباشرة وقام ببيعها، فهذا قد أخطأ وقصر في القيام بواجب التعريف، فلا يعان على هذا التقصير بشرائها منه. بعضهم الشيخ احتج بحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، وبالتالي يتصرف بها مباشرة دون التعريف. ينظر للنصوص مجتمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هي لك أو لأخيك أو للذئب هو الذي قال عرفها سنة كاملة، فلا بد من التعريف سنة كاملة، إما بأن يبقيها مع أغنامه ويعرفها، أو أنه إذا كانت النفقة يعني كبيرة وأنه لا بد أن يشتري لها كل يوم علف، فهو مخير بين أن يذبحها ويأكلها ويحفظ أوصافها ويقوم بواجب التعريف سنة كاملة، أو أنه يبيعها وأيضا يعرفها سنة كاملة. التعريف لا بد منه في جميع الأحوال. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا زياد تسأل عن إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة في الجامع هل يلزمها ما يلزم الرجل من المحظورات وغيره؟ نعم، إذا حضرت المرأة المسجد الجامع فإنها كالرجل في ذلك، يجب عليها أن تنصت للخطبة ويلزمها ما يلزم الرجل. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في المحلات التي يعني تستغل الأعياد الشركية مثلا أو الأعياد المخالفة في عمل تخفيضات تجارية أو تخفيضات في الأسعار، لا بأس بالشراء منهم والاستفادة من هذه التخفيضات. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر آثارا عن بعض الصحابة عن علي وعن عائشة أنهم كانوا لا يرون بأسا بقبول الهدايا التي تكون في أعياد المشركين، ولكن قالوا أنه يجتنب ما كان من ذبائحهم، يجتنب ما كان من ذبائحهم فقط. وأما ما عدا ذلك فقالوا أنه لا، يعني قبلوا الهدية. علي رضي الله عنه قبل الهدية، وعائشة رضي الله عنها لما سئلت أيضا
أجازت ذلك مع اجتناب ما كان متعلقا بذبائحهم. فإذا جاز قبول الهدية التي أهديت للإنسان في عيد المشركين فالاستفادة من التخفيضات التي تكون في أعيادهم من باب أولى. يعني بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مصعب تقول نحن معلمات نسافر 130 كيلو ونصلي الظهر في المدرسة أو في القرية ثم نركب ونصلي العصر في المدينة، هل يجوز أن يجمعنا الظهر والعصر في القرية ثم يغادرنا بعد ذلك؟ ما دامت المسافة أكثر من 80 كيلو متر فيعتبر هذا سفرا ويجوز فيه الترخص بجميع رخص السفر ومن ذلك القصر والجمع. والأخت الكريمة ذكرت أن المسافة 130 كيلو، ف 130 كيلو متر تعتبر مسافة سفر، وعلى ذلك فلا بأس بأن يقصرنا وأن يجمعنا. نعم بارك الله فيكم. أبو نواف يسأل عن سجود التلاوة، هل يلزم على الأعضاء السبعة؟ هذا يرجع لمسألة خلافية بين الفقهاء، وهي هل سجود التلاوة يعتبر صلاة أو أنه ليس بصلاة؟ فمن قال من أهل العلم إنه يعتبر صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة، ومن ذلك شروط الصلاة وأركان الصلاة ونحو ذلك كل ما يشترط، ومن ذلك السجود على الأعضاء السبعة فيما كان مناسبا لسجود التلاوة منها طبعا، لأن هناك أركان لا تأتي بسجود التلاوة. لكن من قال إنه صلاة اشترط له ما يشترط لسجود الصلاة، ومن قال إنه ليس بصلاة لم يشترط ذلك، والقول الراجح أنه ليس بالصلاة، وعلى ذلك فلا بأس أن يكون على غير طهارة، وأيضا لا يلزم أن يكون على الأعضاء السبع، المهم أن يتحقق السجود. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول ابو نواف في قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، مظاهر هذا الإعراض الذي يستوجب هذه أن يحشر الإنسان أعمى يوم القيامة؟ المراد من أعرض عن شرع الله عز وجل وأعرض عن طاعته فإنه يبوء بالخسران، بأن يحشر، بأنه أولا له في الدنيا وفي البرزخ معيشة ضنكا، فلا يسعد بحياته ولا يجد انشراح الصدر ولا يجد قرة العين، حتى وإن تمتع ببعض المتع التي هي متع جسدية يشترك فيها معه غيره، ربما يشترك أيضا معه فيها الحيوان، لكن السعادة الحقيقية وطمأنينة القلب لا تحصل له، فهو يجد المعيشة الضنك في الدنيا وأيضا في البرزخ كذلك كما ورد تفسير ذلك عن بعض السلف. وأما يوم القيامة قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم محمد تسأل عن غسل الجنابة، هل يشمل الرأس أو يجب أن يشمل الرأس؟ غسل الجنابة لا بد أن يشمل جميع البدن ومن ذلك الرأس، ولو ترك جزءا من البدن لم يصبه الماء لم يصح ذلك الغسل، لا بد من شموله جميع البدن. وهناك صفتان، صفة مجزئة وهي أن يعم الماء جميع بدنه، وصفة كاملة وهي أن يبدأ أولا بغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يعم الماء على سائر بدنه. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من محمد يسأل عن النوافل، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل أو يؤدي النوافل في البيت، يقول وأنا اعتدت أن أؤديها في المسجد، هل أجره في هذه الحالة مكتمل أو الأولى أن يصليها في البيت؟ الأفضل أن تصلى جميع النوافل في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولكن الأمر فيه سعة، فبعض الناس يقول أنا أريد أن أذهب للمسجد قبل الأذان أو مع الأذان وأريد أن أصلي السنة الراتبة في المسجد، نقول الأمر في هذا واسع، لكن أنت يسر أن تصلي السنة الراتبة في البيت ثم تذهب للمسجد، هذا هو الأكمل والأفضل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول أنا أسكن في قرية وهذه القرية فيها مسجد قديم وكان من اتجاه القبلة أو متجه إلى غير اتجاه القبلة أو فيه انحراف بسيط، يقول كان اتجاهه غرب والقبلة هي من الجنوب الغربي، يقول والدتي حين نبهت عدل ذلك في المسجد أو الجامع الجديد، وحين نبهت والدتي أن تميل قليلا رفضت ذلك وبحجة أنها يعني اعتادت على هذا الأمر أو هذا ما تعرفه.
الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا يدل على أن من كان بعيدا عن الكعبة أن الواجب في حقه استقبال الجهة، فالجهة كلها تستقبل، وهذا يقتضي أن الانحراف اليسير أنه لا يضر ما دام مستقبلا للجهة. وعلى ذلك فالانحراف اليسير الذي أشار إليه الأخ السائل لا يضر، لكن مع ذلك إذا تحقق يعني الدقة في استقبال الجهة هذا أولى، خاصة في وقت الحاضر مع وجود وسائل التقنية الحديثة التي تحدد القبلة بدقة، ويتلطف الأخ السائل مع والدته ويأتيها بالأسلوب المناسب، ربما يأتي لها بتطبيق يكون فيه القبلة ويريها على الطبيعة حتى يقنعها بذلك، وإن عجز عن إقناعها يتواصل مع من له قدرة على الإقناع، لأن أحيانا بعض الوالدين لا يقتنعون بكلام الأولاد، لكن لو كلمه أحد في سنه أو أحد مثلا من أصحابه أو أصدقائه أو قريب منه يقتنع، فربما أيضا يطلب من غيره أن يقنعه بذلك. لكن لو افترضنا أن والدته أصرت على هذا فلا يضر، صلاتها صحيحة والحمد لله، لأن الانحراف يسير. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ريما معي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أختي. لو سمحت ما المقصود بنكاح المخاطبة؟ ما المقصود؟ أيوة نكاح المخاطبة. هو نكاح إيش؟ نكاح نكاح إيش؟ المخاطبة. المخاطبة؟ أيوة. المخاطبة كذا؟ أيوة المخاطبة. وجدت في باب، هو باب في أحد كتب الحنفية، لكن لم أفهم ما المقصود بنكاح المخاطبة. طيب. شكرا يا ريم، بارك الله فيك. محمد معي تفضل. محمد معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد. الله يمسيكم بالخير إن شاء الله. بسألك الشيخ وأكلم الشيخ. تفضل الله يحييك. العباية، لبس العباية على الكتف الله يطول عمرك، ويجوز ولا ما يجوز؟ وأنا مسكين ويتيم وواحد سعودنا سعودة، ما حكم السعودة؟ والله يعطيك العافية وشكرا. كم عمرك يا أخي؟ عمري 30. طيب 30 لست يتيم، اليتيم اللي مات أبوه قبل البلوغ. لأنه مات أبوي قبل 20 سنة وأنا في 6 سنوات. ما شاء الله عليك، الآن يتيم يا محمد. الآن لست يتيما. بارك الله يحفظك. الله يحفظك ويرعاك يا أستاذ محمد ويعينك ويرزقك من واسع فضله. أبو ناصر معي تفضل. سلام يا أخي. حياك الله أستاذ. حبيبي مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير العافية. الله يجزاك بالخير حمد. أنا عملي يبعد عن الديرة حوالي 200 كيلو بالنسبة للجمع والقصر، هذا رقم واحد. يبعد كم؟ 200 كيلو. 200 كيلو نعم. طيب وبالنسبة للصلاة هنا يوم الجمعة، هنا ما تقام عندنا يوم الجمعة، وكيف أن أصليها يوم الجمعة؟ أصلي أربع ولا ركعتين، وهل نجمعها مع العصر؟ طيب عملك يعني في صحراء في مكان ما في احد؟ لا ما في احد، احنا زي القريه بعيده يعني تبعد عن الديره حوالي 200 كيلو. طيب القريه يفترض تقام فيها الجمعه، كم شخص فيها جمعه؟ لكن ما فيها مسجدنا، ما في الا عماله مع عماله يعني. حتى لو كان في عماله. انتم في قريه يا ابو ناصر الله يحفظك. احنا في قريه نعم حدوديه، احنا في قريه حدوديه وفيها مسجد. فيها مسجد لكن ما تقام صلاه جمعه. لا لا لابد أن تقام، لابد أن ترتب إقامة الجمعة حتى لو كانوا أقل من 40 شيء. نعم حتى لو كانوا أقل، سنتكلم عن هذا، يكفي ثلاثة فقط، اثنان يستمعان وواحد يخطب. طيب هل يلزم هذا أخذ الإذن يعني قبل أن يقيموها الجمعة؟ لابد من أن تقام الجمعة في هذا المكان وترتبون، تأخذون أيضا يعني الإذن من وزارة الشؤون الإسلامية، لكن لابد من أن تقام الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من قرية لا تقام فيها جمعة ولا جماعة إلا حضرهم الشيطان، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فلا بد من إقامة الجمعة، يكفي ثلاثة يعني العدد الأدنى ثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب. نعم. شيخنا أولا مسألة الجمعة لازم يكون فيه شيخ، يعني شيخ فاضل يا شيخ يكون مهيئ حق خطيب يعني، وفي نفس الوقت هنا يوم الجمعة العمالة اللي هنا فيه عندها تقريبا 15 كيلو شيخ، 15 كيلو 20 كيلو يطلعون في محطة بنزين تقام صلاة الجمعة، فيصلون صلاة الجمعة هنا. نعم. وحنا نبقى في المركز، مركز عملنا يعني ما نقدر نطلع. طيب
طيب طيب مؤمني يعني هذا اللي. جميل، تسمع إجابة يا أبو ناصر. في آخر أمر آخر؟ شكرا بارك الله فيك. أبو معاذ ما يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شكرا الله بالخير شيخ أحمد. أهلا وسهلا بك، يا مرحبا. السؤال يا شيخ، أنا مستثمر طويل الأجل في إسبنت الجنوبية، فلي فوق 5 سنوات فانتقلت من النقية إلى المختلطة. سبب خروج أنها انتقلت من النقية إلى المختلطة، فذهبت إلى إسبنت القصيم، ولكن برضه استثمار طويل، هل خروجي هذا أضع زكاة؟ طيب واضح شيخ. أي نعم. طيب شكرا يا أبو معاذ بارك الله فيك. فهد معي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل عن إقامة حكم إقامة الجمعة داخل العنابر في السجن. حكم إقامة صلاة الجمعة داخل العنابر في السجون. طيب جزاك الله خير. شكرا سلام. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة أبو صالح يسأل أو يريد توجيه كلمة لأخواتنا وبناتنا في التزام الحشمة والستر ومنح ذلك، من هذا الأمر اعتبارا وقيمة، وكذلك أن يلتزم له في حياتنا. أولا ينبغي أن تستحضر المرأة المسلمة بأن الحجاب عبادة وليس عادة، وأن الذي أمرها بالحجاب هو ربها عز وجل، والله تعالى هو خالقها وخالق كل شيء، وهو أعلم بما تصلح به أحوال البشر، كما قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يعني حتى القواعد، حتى العجائز اللاتي بلغن هذه المرحلة أنهن لا يرجين النكاح، ومع ذلك رخص الله تعالى لهن في أن يضعن ثيابهن، لكن الله اشترط شرطا قال: غير متبرجات بزينة، وأيضا قال: وأن يستعففن خير لهن. وهذا يدل على العناية العظيمة من الشريعة الإسلامية بقضية الحجاب والستر بالنسبة للمرأة. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تحرص على الحجاب، وأن تحرص على أن تلبس اللباس الساتر الذي لا تبدو معه مفاتن المرأة، ويجب عليها أن تلبس عباءة فوق لباسها، فإن هذا هو الجلباب الذي أمر الله تعالى به بقوله: يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الملاءة أو العباءة التي تضعها المرأة فوق ثيابها. ولذلك قال عز وجل في هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني أن المرأة إذا عرفت بالعفة والستر لا يؤذيها أحد ولا يتعرض لها أحد، بخلاف المتبرجة فإنها تتعرض للأذية. نعم. من بعض ضعاف النفوس. بارك الله فيكم. نعم. وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ محمد يسأل عن العباية، ولعل في ذلك إجابة، العباية على الكتف. نعم، يعني كما سبق من أن المطلوب من المرأة أن تلبس الساتر بغض النظر عن نوع اللباس، لكن تلبس لباسا ساترا، ويكون على المرأة عباءة فوق اللباس، يعني عباءة هذه هي الجلباب أو الملاءة التي أمر الله تعالى بها في قوله: يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أبو ناصر يسأل، يقول: نحن في مركز حدودي ويبعد 200 كيلو عن الأقرب مدينة، يقول: هل نقيم صلاة الجمعة في هذا المركز؟ وإذا كان يعني لا يوجد إلا عدد قليل. يعني لما استفهمنا من الأخ السائل الكريم تبين أن الجمعة تقام، يقول تبعد في يعني في مكان يبعد 15 كيلومتر. نعم. يعني في مكان قريب، لكن طبيعة عملهم تستدعو أن يبقوا في المركز، ولذلك عليهم أن يرتبوا فيما بينهم، يعني أناس يذهبون ويصلون صلاة الجمعة وأناس يبقون في المركز، والذين يبقون في المركز تسقط عنهم الجمعة في هذه الحال ويصلونها ظهرا، لكن لا يبقى الجميع ما صلوا الجمعة، وإنما يكون بينهم ترتيب. نعم. يكون بينهم مناوبة ويضعون هذا الترتيب، يعني أناس
الحد الأدنى الذي يمكن أن يبقى يبقى في مكان العمل، والبقية يذهبون ويصلون صلاة الجمعة. من صلى من لم يصلي صلاة الجمعة وأقام في هذا المركز هل يجمعها إلى العصر؟ إذا صلاها ظهرا ركعتين جاز له الجمع، لأنه هو الآن مسافر ويأتي من مسافة 200 كيلو فيعتبر مسافرا، فيجوز له الجمع والقصر. فإذا صلىها ظهرا فله أن يجمع معها العصر في هذه الحالة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا معاذ يقول أنا مستثمر طويل الأجم في إسمنت الجنوبية ثم خرجت منه إلى إسمنت القصي 5 سنوات كما ذكر، يقول هل في لحظة خروج هذه تلزمه الزكاة؟ ما دام أنه مستثمر وليس مضاربا فتكفي زكاة الشركة. الشركات عندنا في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، فمن كان مستثمرا لا يضارب ولا يبيع ولا يشتري فيها تكفي زكاة الشركة عنه. نعم بارك الله فيكم. فهد يسأل عن حكم إقامة صلاة الجمعة داخل عنابر السجون. لا تلزم إقامة الجمعة داخل عنابر، لا يجب ذلك. نعم. لكن لو رتب وأقيمت فلا بأس، وهذا هو المعمول به عندنا في المملكة في كثير من السجون، أنه يأتي خطيب وتقام الجمعة، فإذا أقيمت الجمعة فيصلي هؤلاء ويرتب لهم أيضا صلاة الجمعة. نعم. لكن لو لم يتيسر ذلك فلا حرج، يصلونها ظهرا. نعم. لأنها لا تجب عليهم صلاة الجمعة أصلا. بارك الله فيكم. أم غادة تقول ولدي مدرس في جدة وكل سنة هناك، يأتينا يوم أو يومين في الشهر، ف يعني حكم هل يترخص برخص السفر؟ تعيد السؤال مرة. تقول في ولدي مدرس في جدة ويجلس هناك أغلب السنة، يأتي يوم أو يومين في كل شهر أو شهرين وإلى رجال ألمع، هل يترخص برخص السفر حين يأتينا؟ لا يترخص برخص السفر، هو كصاحب الإقامتين، إقامته في جدة وله أيضا إقامة في قريته، فهو كصاحب الإقامتين أو كمن له زوجتان، زوجة في بلد وزوجة في بلد آخر. ولذلك لو أنه مثلا أفطر في نهار رمضان أنكر عليه الناس ولم يعتبره مسافرا، إنما يترخص فقط في الطريق. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا جزيلا. وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية الأستاذ أحمد الحيل من المؤسسة الدعوية للصم وقد قام بترجمة هذه الحلقة إلى لغة الإشارة، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالكل في هذه الحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته نار.